سعيد ان يكون معايا نجمه بالفطره. ولدت نجمه الحقيقه شاركت في مجموعه كبيره من الاعمال الفنيه وهي طفله، ولا زالت نجمه. النجمه الجميله دينا عبد الله، بقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا محمد، ودايما كده بتفائل لما بشوفك، بتبقى يوم حلو وليله جميله. ودايما كل سنه بتبقي معايا في حلقه راس السنه. دي حقيقه. يا رب كل سنه نبقى سوا كده لسنين قدام بصحه وسعاده يا رب. 2017 بقى شفتيها ازاي على المستوى الفني والشخصي؟ على مستوى الفني شفت فيه حالة من الثراء من الأعمال الفنية، بس يعني الاكتئاب كان كتير شوية. عايزين نقلل الاكتئاب وعايزين طاقة إيجابية وعايزين نقول بكرة أحسن، ده اللي محتاجينه شوية. وبنقعد ندور على حاجات كوميدي عشان نفرح، مش لازم يعني قوي كوميدي بس عايزين حاجة نبقى مبتسمين متفائلين، ده اللي بتمنى للي جاي. على مستوى الشخصي والمصر كلها بقول يا رب اللي جاي يكون خير لكل بلدنا، يعني سلام والأمة العربية كلها. العراق لا سمح. والعراق طبعا يعني العراق دي شقيقة وغالية، وأنا ليه معجبين من العراق كتير، بشوفهم لما بيجوا يكونوا موجودين في مصر. إحنا بنحبك يا دينا، بنحب أعمالك من وانتي طفلة بالنضارة. فأنا الحقيقة ليه جمهور في العراق، بقول لأهل العراق وبقول لبلدي مصر والأمة العربية يا رب سنة سعيدة، يا رب كلها خير وصحة وستر وراحة بال وفرحة ونجاح وكل حاجة حلوة يا رب. الأعمال الدرامية والسينمائية في 2017 في مصر ما شاء الله كان حصل قفزات في مستوى الدراما بشكل عام، شفتي ده ازاي؟ ممكن أقول لك في حاجات ظريفة لو فكرتني بأسماء حاجات أقول لك دي شفتها أو دي ما شفتهاش، لكن بالتحديد أسماء معينة مش عارفة أفتكر قوي، لكن شايفة إن في السينما برضو فيها نوع من أنواع يعني التطور، أو في حالة من النشاط السينمائي. إن شاء الله 2018 تبقى أحلى يا محمد. قرار مؤجل في 2018 هتنفذيه؟ قرار مؤجل اني ارجع امثل تاني بعد ليالي الحلميه ان شاء الله. احنا عرضنا الجزء السادس على فكره، والحقيقه كنت منوره. من حسن حظي عشان شعب العراق يشوفني. كل سنه وانت طيبه. طب صحه وسعاده يا محمد، متشكره قوي، كل سنه وانت طيبين.